في بيروت تشهد عملية تصويت المصريين المقيمين في العاصمة اللبنانية في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية تشهد إقبالا متواضعا، ولم يتعدى عدد المصوتين العشرات، بينما لم تشهد المرحلة الأولى مشاركة تذكر من قبل المصريين المقيمين في لبنان. ومن المفترض أن يستمر الاقتراع ليومين يدلي خلالها المصريون بأصواتهم في 139 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج. وشهدت عملية التصويت في الخارج خلال المرحلة الأولى نسبة مشاركة متدنية.